أهلا بكم من جديد في مانشيتات. وصلنا إلى الفقرة التحليلية لهذا اليوم، يصحبني فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رئيس تحرير جريدة الصحافة دكتور إبراهيم الصديق. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك، الله يحييك. نبدأ معك بالسوداني، ومنها أنقل خبر 15 معيارا للمشاركة في الحكومة والسوداني تكشف التفاصيل. حصلت السوداني على أبرز معايير اختيار الوزراء ومشاركة الأحزاب السياسية في الأجهزة التنفيذية لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة، ووضعت لجنة مصغرة أكثر من 15 معيارا، بعضها خاص بالأحزاب والبعض الآخر خاص بالأشخاص الذين سيتم ترشيحهم لشغل الوظائف الدستورية التنفيذية. وتشمل أبرز المعايير المرتبطة بمشاركة الأحزاب في الحكومة هي أن يكون الحزب مسجلا في مجلس الأحزاب ولديه انتشار في البلاد ودور، وإن لم يكن لديه دار في العاصمة لا يشارك في المستوى التنفيذي الاتحادي. أما أبرز المعايير الخاصة باختيار الوزراء، أن يكون المرشح الوزاري خريجا جامعيا حاصلا على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون من أصحاب التخصصات، وأن يتمتع بالكفاءة والنزاهة، وأن تكون لديه خبرة في العمل العام وزارية كانت أو إدارية. دكتور إبراهيم، كيف تقرأ معايير المشاركة في الحكومة المرتقبة؟ والله أعتقد أنه أي معيار مناسب، لكن المهم هو البرنامج تاع الحكومة. أعتقد أنه الأول في الخيارات دي أنه إحنا نتفق على البرنامج تاع الحكومة. إحنا لدينا برنامج تاع حكومة، تاعت حكومة انتقالية، لديها برنامج عمل، لديها جدول تاع التزامات، ينبغي أن نحدد الأشخاص الذين يسهمون في تنفيذ هذه المهام. أنا أرى أنه هذه معايير على أهميتها هي محدودة جدا، قليلة جدا، لأنه الوزير صحيح أنه هو وزير سياسي، ممكن أن تكون المؤهلات تاعته محدودة، ولكنه يساهم في اتخاذ القرار. مجلس الوزراء هو الذي يضع الاستراتيجيات، هو الذي يبني التوجهات تحت الحكومة، هو الذي يعيد التقييم، هو الذي يحدد المواقيت والأزمان. فبالتالي من الضروري أن تكون هناك معايير، وأن تكون هناك معايير صارمة، ولا تكون في حدود البكالوريوس. لأن الخبرات جزء مهم من الخبرات جزء مهم، اللغات جزء مهم، التجربة العملية جزء مهم، الإحساس الوطني العام، لأنه ينبغي في مرحلة حكومة قومية مثل هذه أن يضع هؤلاء الوزراء تشكيلاتهم وأوزانهم وهذه الأشياء السياسية الحزبية بعيداً، وأن تلزموا بالمصلحة الوطنية والالتزام بتاع البرنامج. طيب، هذه الشروط المكتوبة، يعني هل استصحبت معها يعني تجارب سابقة إذا كانوا قد يعني أدوا مهام سابقة في وزارات ربما لم ينجحوا؟ نعم، واحدة منهم هو أن يكون هنالك خبرات، ولكن من الذي قيم التجارب السابقة؟ بعدين واحدة من الحياة أشعر ببعض الإحباط فيها، إنه نحن أول حكومة وطنية عندنا كان مشارك فيها مبارك زروق، كان مشارك فيها محمد أحمد محجوب، والحكومة الثانية كان مشارك فيها أحمد سليمان، كان مشارك فيها محمد صالح عمر. عندنا حكومات مشاركين فيها، يعني عندنا حكومات مشاركين فيها أشخاص وأرقام ونماذج، وبعد 57 أو بعد 60 عام نجي 61 عام الاستغلال نجي نبحث عن معايير في حدود البكالوريوس. أعتقد أنه نحن ما قاعدين نحافظ كثير على الإرث السياسي والتجارب السياسية، ما قاعدين المحاصصات أفقدت البلاد كثير من القدرات، كثير من الكفاءات، كثير من المشاركة، الاتساع المشاركة في العمل السياسي. أيضا لم يأتي ذكر على التكنوقراطية، جزء من الخبرات هي جزء من التكنوقراط. أعتقد أنه واحدة أعتقد أنه من الأولى لبعض الأحزاب أن تشارك بشخصيات تكنوقراط. أعتقد أنه قد يكون حزب المؤتمر الوطني لديه نسبة كبيرة، أعتقد أنه من الأولى أن يكون هناك بعض التكنوقراط اللي عندهم خبرات. كثير من الناس مسيسين، يمكن أن يكون هناك بعض منهم ينتمي للحزب أن يكون جزء من التكنوقراط بتاعت الناس اللي عندهم تجربة وخبرة كثيرة في الأداء العمل. أعتقد أن واحدة من الحياة المهمة أن تكون للوزير هيئة هي التي تدير العمل، ليس الوزير وحده، لأن الوزير يقود الوزارة، ولكن الوكيل هو الذي يدير العمل الإداري، الاستراتيجيات المبنية تحت الوزارة التي تشكل الإرث تحت الوزارة كليا، هو الذي يحدد المرحلة القادمة. طيب، يعني هذه المعايير ستجعل أحزاب كثيرة من أحزاب الحوار خارج التشكيل، يعني هل تتوقع أن تحدث أي إشكالات بهذا؟ قد تكون خارج التشكيل الوزاري الاتحادي، ولكنها لن تكون خارج التشكيل الوزاري الولائي، لن تكون خارج التشكيل الوزاري التشكيلات التشريعية، مجالس التشريعية والولايات المحتمدين، حيكون هناك مشاركة. المهم أن يشارك، ولكن المهم أنه هذه الأحزاب أنت استصحبتها في الحوار الوطني وشاركوا في الحوار الوطني، بعضهم شارك في الحوار الوطني، كان الشرط الوحيد هو التسجيل، وناتي في مرحلة لاحقة أن نقول لابد أن يكون هذا الشخص
خريج جامعي، بعض الناس الآن أعضاء في لجان عليا في مؤسسات يتشاركوا في الحوار دون أن تخضع لهذه الشروط. لما تأتي لهذه المشاركة تفرض عادي لهذه الشروط، بعض الناس يشعرون ببعض الغبن في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أنه لإطار المصلحة العامة حق الناس يتراضوا على هذه المعايير ويتفقوا عليها ويقووها أكثر. أعتقد أنه الأقوى أكثر أن يكون للرأي العام إسهام للرقابة على هذه المؤسسات، لأن لا يكفي أن تضع معايير، هذه المعايير يمكن التلاعب عليها. يمكن أن تضع الآن أي حزب يمكن أن ينسب لأي حي من أحياء الخرطوم يأتي بلافتة ويقول هذه الدار، هذا ليس شرطا كافيا، لكن المهم أن تكون هنالك رقابة شعبية تراقب أداء الحكومة، تراقب أداء الوزارات، تراقب أداء المؤسسات. أعتقد أنه في التشكيلات أيضا أن يكون للمجلس الوطني دور، في الوزراء بعض الوزراء يمكن أن يرفضوا من أن يعطى هذا الرأي، يبدي فيهم بعض الرأي. أعتقد أنه يتطلب الرأي العام يكون له رأي في الوزراء قبل أن يتم تعيينه. طيب، يعني في النهاية أن وضع معايير للمشاركة أعتقد أنها خطوة متقدمة، خطوة جيدة لا بأس بها، خطوة جيدة لا بأس بها وضرورية في كل المراحل، ولكن أن نبني عليها، أن نبني على التجارب السابقة بتاعتنا بتاعت السودان، تجربة المسارات السابقة. السودان لم يولد اليوم، لم تشكل هذه أول حكومة، إنما هناك حكومات سابقة وتجارب سابقة ومراحل سابقة، يعني ينبغي أن تستصحب في هذه المرحلة القادمة.